ازيكم؟ لو دخلت على الفيديو ده يبقى الفيديو ده بيهمك. معاك سارة صبحي. فيديو النهارده بيتكلم عن ريفيو عن استند الميكرويف او حامل الميكرويف زي ما هو منتشر يعني. طيب قبل ما ابدا الفيديو ده انا عايزه اقول لكم انا ليه عملت الفيديو ده. لما جيت حسيت ان انا محتاجه اشتري الاستند ده. طبعا انا اي حاجه ببقى عايزه اشتريها بخش اعمل ريفيو الاول وبسرش على ان هو حاجه حلوه ولا لا، خامته حلوه ولا لا، استخدامه عملي ولا لا. فدخلت على اليوتيوب او على جوجل عشان اشوف حلو ولا لا، ما لقيتش اي فيديوهات عنه غير 2 فيديو بس، وكان بتاع واحد هندي وواحد اجنبي. تمام، ما لقيتش مصري خالص او عربي حتى. فقلت لها انا هشتريه تمام، علشان انا شفت خامه اللي هو الخامه اللي هو في الفيديوهات الاجنبيه، بس كنتش عارفه هو اللي هو هنا ولا يعني نفس الخامه ولا لا. تمام، فقلت خلاص انا هشتريه وهعمل ريفيو عنه اول ما استلمه. انا لسه مستلماه حالا، فقلت انا لازم اعمل الفيديو ده علشان لو اي حد عايز يعرف ريفيو او عايز يعرف رايي فيه بالظبط وايه الملاحظات اللي انا هاخدها عليه فتستفادوا منه يعني. يلا بينا نجيب بسرعه. استنى قبل ما ابدا الفيديو ده عايزه ابين حاجه، ان ده اخطر منظم انا اتريقت عليه في حياتي، وكنت كل لما بشوفه اقول هو ايه لازمته يعني، انا ليه اقعد احط حاجات على الميكرويف؟ وكنت بقعد اتريق عليه جامد لحد ما في يوم من الايام انا احتاجته بجد. تمام، بس انا حاليا انا اصلا ما عنديش ميكرويف ماشي، بس انا هستخدمه كاستخدام تاني، وقعدت الف عليه لحد لما لقيته. بس بعد ما اشتريته يعني هو منتشر تمام، يعني انت ممكن تجيبوه وسعره كويس جدا. تمام، يعني سعره حلو. فهنشوف دلوقتي الخامه بتاعته، انا لسه مستلماه حالا من المندوب، فهنشوف مع بعض هو عباره عن ايه. لسه ما فتحتوش، فهنشوفه مع بعض. تمام، بص هو اولا قبل ما افتحه هم كاتبين لي طريقه التركيب ماشي اول حاجه، وكاتبين الحاجات الاستخدامات، يعني ممكن تستخدميه في الدولاب، ممكن تستخدميه في المطبخ من غير ميكرويف زي ما انا هعمل، ممكن تستخدميه تحتيه ميكرويف، ممكن تستخدميه تحط عليه كجزامة، يعني ليه كذا استخدامات، وانا هوريكم انا هستخدمه في ايه بالظبط. تمام ماشي، بس هوريكم دلوقتي اللي هو حلو ولا وحش وعجبني ولا لا، يعني انا دلوقتي هعمل ريفيو عنه. طيب انا فتحته اهو مع اول قطعه دي اللي هي بتعلق عليها الحاجات، بتتحط كده وتعلق عليها الحاجات ماشي، ومع الاجزاء دي كلها ومع الرجول دي اهي. هي خفيفه بس لما بيجي امسكها كده ناشفه، يعني مش هتطبق، فدي حاجه كويسه. الخامه بتاعته الاستانلس بتلمع وجميل، والابيض اللي هو لون الابيض البلاستيك ده قوي ولونه حلو ابيض، يعني الخامه تحس ان هي شكلها نظيفه، يعني حتى وانا بفتحه ده كنت حاسه ان انا ايه حاجه مفرحه انا شايفاها. تمام، ده بالنسبه للقطعه اللي معاه ايه، وبيتفتح طوله اهو زي ما انتم شايفين، بيتفتح من منتهى السهوله لو عايزه تضيقيه او تفتحيه براحتك ماشي. الملاحظات بقى اللي انا خدتها عليه، ان اول حاجه دي انا حسيت ان هو شكله حلو تمام، وبيتحط في اي مكان فمش هيوحش المكان اللي هيتحط فيه عشان هو شكله حلو زي ما انا قلت لكم، كخامه نظيفه. الملمس بتاعه حسيت ان هو هيستحمل حاجات تقيله لان هو مش مذكور على الكرتون هو بيستحمل كام كيلو. غير كده كمان ان انا هستخدمه في ايه بقى، انا عندي حته مهوله في المطبخ مليانه كراكيب وحاجات هتشوفوها دلوقتي هحطها لكم عشان تعرفوا قصدي ايه، فحسيت ان ده انسب حاجه انظم فيه حاجتي وكمان يدي منظر حلو في المطبخ. عندي بقى مشكله مع الاستند ده، ان المسافات بين الاستلس والاستلس واسعه، يعني ما ينفعش احط كوبايه هتقع، شايفين ما ينفعش احط فازه صغيره، لكن لو حطيت اي حاجه عريضه فمش هتقع، يعني انا عندي دي مثلا عريضه فمش هتقع. تمام، فانا كنت مستنيه ان يجي معاها حاجه كده زي بلاستيك او اكليريك يتحط فوقيها علشان الحاجات ما تقعش، فبصراحه يعني هما ما حطوش الحاجه دي معاهم في الكرتونه. فانا هحاول ادور على اي حل علشان الحاجات متقعش زي الحاجات دي كده، لان انا هستخدم فيه احط عليه كوبايات واحط عليه اطباق فمش عايزاها تقع، فهحاول احل المشكله دي وهبقى اوريها لكم. ده بالنسبه للحاجات اللي انا لاحظتها عليها كلها. في الاخر هو عاجبني جدا الحمد لله، وحاسه اني اشتريت حاجه هتستحمل وهتحل مشكلتي ومفيده كمان.
يا رب يكون عجبك الفيديو ده، واستنوني الفيديو الجاي.